زعلان. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده في يوم جديد وحلقه جديده وصباح يوم جديد من نهارك سعيد. اهلا بيكم معانا النهارده، ان شاء الله نستعرض مع بعض فقراتنا. وطبعا النهارده حلف اليمين لانه خلاص كل الحقائب الوزاريه اللي تم تعديلها من خلال رئيس الوزراء المحلب النهارده ان شاء الله هتحلف اليمين، فان شاء الله نشوف كده تغير كبير وملفت للنظر في الوزاره الجديده. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا ساره، صباح الخير لكل الناس اللي بتشوفنا. 1 مارس 2014 وتاريخ النهارده كالعادة أسبوع جديد، أكيد أحداث جديدة وتفاصيل كثيرة أكيد هنتكلم فيها النهاردة. خلينا نقول لكم على فقراتنا اللي كالعادة بنبدأها بالصحافة والأخبار، وهيكون منورنا فيها الصحفي عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف. هنتكلم عن أهم الأخبار اللي وردت في الصحف اليومية. صورة مصرية هي الفقرة اللي دايما كده بتكون موجودة معانا كل سبت علشان تشوف إيه الجديد في الصور، إيه الرصد اللي حصل في الشارع، في الميادين، في الحاجات دي كلها، وده هيكون من خلال المصور الصحفي أحمد حمدي، هو مصور في جريدة الوفد. مشروع الإسلام السياسي بعد 30 يونيو موضوع مهم جدا هنتكلم فيه النهارده مع أستاذ هشام عبد العزيز خبير في الحركات الإسلامية ورئيس حزب الإصلاح والنهضة الاجتماعي. تمام، هيكون معانا تغطية عامة مع الأستاذ فتحي فريد مناسق عام مبادرة شفت تحرش. نتكلم النهارده عن رصد دور المرأة أو دور وسائل الإعلام لرصد المرأة من الفترة من 1 أكتوبر ل 31 ديسمبر 2013. طبعا ده تقرير مهم، فقرة مهمة علشان نشوف بقى هل في تطور، يعني هل في معاملة المرأة سواء كان في الشارع أو من خلال وسائل الإعلام أو عموما من المؤسسات في إن هي تاخد حقها ولا لا. حاول يعني نعرف ده في الفقرة دي. آخر فقراتنا هيكون برضو موضوع مهم جدا، تحديات وعقبات سد النهضة، عودة الدور المصري للاتحاد الأفريقي، وطبعا العضوية معلقة موضوع بقاله فترة موجود هنتكلم فيه النهاردة مع المؤرخ دكتور السيد فليفل أستاذ تاريخ بجامعة القاهرة والخبير بالعلاقات الأفريقية ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون أفريقيا السابق. دي هيكون معانا في آخر فقرة، هنتكلم عن حاجات كتير قوي مهمة كالعادة. هنبدأ فقراتنا بالصحافة، هتكون مع سارة، نطلع لأول فاصل ونرجع نبتدي على طول. خليكم معانا حالا هنرجع.